مؤسسات أو أفراد يؤدون أعمالاً خيرية تطوعية للمحتاجين والمساكين على مدار العام، وهي عمليات بحد ذاتها جيدة ومحببة، فهي تساعد المحتاجين وتعينهم على مصاعب المعيشة، لكنها لا تلبث أن تصل نقطة معينة لتتحول من أعمال إغاثية محمودة إلى مجرد واجهات دعائية مستهجنة لدول أو مؤسسات أو لأشخاص بعينهم عند ترويجها وإظهارها بشكل علني أمام عشرات الكاميرات ونشرها دون مراعاة لمشاعر وخصوصيات المحتاجين. فلا طالما كانت تلك الصور الموضوعة في أماكن تجمع التبرعات محيرة وغريبة، ولا طالما تساءلنا هل مساعدة الناس مادياً أو عينياً يسمح بنزع ماء وجوههم؟ هذه الصور ستلاحق الفقراء طوال حياتهم، فصورهم ستنتشر وسيشاهدها الملايين. هل صار تصوير طفل صغير بملابس بالية ومهترئة يحمل لوحة تحمل اسم المتبرع أو الشركة أمر مقبول؟ هل وضعه بتلك الهيئة المذلة هي أمر طبيعي ولا يحمل بطياته أي انتزاع للكرامة الإنسانية؟ يقول تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والأذى موجود ما دامت الكاميرات تعمل. لكل من يرى أن الأفعال هذه صحيحة للتشجيع على الصدقة، فكر مرة أخرى، لكن هذه المرة ضع نفسك مكان الصغير الحافي الذي يحمل اللوحة، أو ذلك الرجل الكهل الذي حفرت السنوات العجاف على وجهه حتى لم يبقى منه سوى العظام. ضع نفسك مكان المرأة التي لا تستطيع سوى احتضان أطفالها لإشباع جوعهم، وحاول أن تبتسم للصورة. ابتسم لتأخذ الوجبة والأدوية والبطانيات، ابتسم ليستفيد المتبرعون من ابتسامتك ويتاجرون بها على المواقع والفضائيات. ليس حراً من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بإهانة، هكذا قالها نيلسون مانديلا، وهذه هي الحقيقة. فكرامة الإنسان أغلى من كل شيء، وهي أثمن من أن تمس من أجل صندوق تبرعات.